CO2 treatment هو عليه صار له فترة يعني فوق ال 15 سنة موجود وأثبت فعاليته. هو علاج كيميائي عن مثل علاج فيزيائي للشرايين الرفيعة يلي بيعانوا منها مرضى السكري، مرضى اللي عندهم تصلب بالشرايين. هلا أكيد أهم شيء هو لما يكون في عنا مجال نعمل ريفاسكولاريزيشن يعني نوصل الدم على الإجر، هو أكيد هيدا أحسن حل. مش ما في شيء بعود عنه، متى ما وصل دم على الإجر بعدين فينا نعمل كل الاحتمالات. بس للأسف مرات بيكون في أمراض شرايين هي بتضرب شعيرات الشرايين، ما فينا نعمل لها عملية، ما فينا نعمل لها علاج بالقسطرة أو بالبالون أو بالرسور، فمنلجأ لأدوية ممكن تساعد، وممكن كمان تكون علاج بالCO2 ثيرابي اللي هو منه مكلف منه مؤذي للمريض، يعني في حال ما حسنه ما رح يضره. بدنا نحكي شوية على تجربة الCO2. خلال السنوات السابقة احنا حقيقة عندنا تجربة قديمة جدا مع الCO2، كان من 2009 بدأت تجربتنا مع الCO2 عندما كانت ماشينز، والحد الآن عدد المرضى اللي نشوفهم حاليا أو اللي مجموع عندنا حاليا تجاوز 1000 مريض، ونتائجهم ولله الحمد جدا جدا ممتازة. هناك تقدم في حالتهم الصحية، وهناك حقيقة نسبة عالية جدا من عندهم تجاوز ال 75 إلى 80% أنه تجاوزوا مرحلة البتر. الجاهر ميديكال سنتر كويت، I have observed patients suffering from diabetes first and second type for 5 years or more. Of this, 138 patients exhibit various forms of Berlin septic complication of diabetic foot syndrome. Conclusion. The use of B-da CO2 bath treatment significantly improves the condition of patients with diabetes, complicated trophic ulcer, reduce swelling, avoids amputation, and can be used for prevention. The use of B-da CO2 bath treatment holds no contraindication, no side effects,